بهجة أبو عهد نازح من ريف حماة الشرقي، صار لي 8 سنوات نازح. طبعا انتقلنا من مكان من مخيم إلى مخيم اللي استقر الحال بهاي المنطقة. هلا إنه التعويد نحن معودين على الخيام لا، بس الفترة الزمنية خلتنا نتعود شوي، نتأقلم شوي مع الخيام. فالخيمة حاولنا نعمل نحن هالخضارات قدام الخيمة لنطلع من الحالة اللي نحن فيها. يعني بتجيك معاناة، مثلا نحن عندنا معاناة التأمين مستلزمات البيت، التأمين مثلا الطبابة، يعني بدك تعالج ابنك مثلا ما عندك، يعني في عندك حالات كثيرة مأساوية بضمن العائلة كالوضع المادي. هو الوضع المادي هو اللي مسيطر. ف مثلا هالخيمة احنا عمار تساوينا، هالخيمة هي معمولة من بطانيات تمام، وعملنا قدامها لحتى الواحد انه احسن ما يطلع على منظر مثلا صخر قدامك او شيء، بتطلع انت على منظر خضار هيك بتطلع من الحالة شوي. هلق هي القصة بتتبع الشخص ونفسية الشخص، او مثلا بيحب امور خضار حد البيت. هاي الخيمة نحن عم نحاول انه ان نشبهها مثل البيت اللي مثلا اللي كنت ساكن فيه مثلا بضيعتي تمام. هالخضار هذا عملنا هالخضار نحن بس لنطلع من الحالة اللي احنا فيها، حالة الارهاق والتعب النفسي والقصف اللي عم يصير على المنطقة. ايه يعني انا بس بالنسبة اللي بتمنى برجع على ضيعتي مدمرة نهائيا، بتمنى برجع على ارض تراب، بحط خيمتي برجع بعمل نفس المنظر. ما عاد بدي عمار يا اخي، يعني ما عاد بدي بناء،